انتقل إلى رحمة الله تعالى الإعلام البارز والصوت الإذاعي المتميز علي عبد الله الثقاف فجر اليوم بمنزله في منطقة الوهد ومحافظة لحج إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة. وعمل الثقاف مهدا ومقدما لعدة برامج في إذاعة عدن وهنا عدن، ومن أشهرها صباحي ووطني. ستفقد 9 صباحا لإذاعة هنا عدن من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع صوت الإعلام البارز علي الثقاف رحيله خسارة وطن. علي الثقاف اسم وصوت ارتبط بإذاعة عدن وإذاعة هنا عدن لصوته نبرة خاصة، وكان يتحدث في مواضيع شعبية كبيرة وتداول واسع. أحبه الكثير في المدينة والريف لأنه يعبر عنهم وعن أملهم في حديثه الدائم مع أصحاب القرار. دائما يطرح النقاط على الحروف وبصوته الفخم الذي يحسسك أنه ما زال في ريعان شبابه. وفاته خسارة كبيرة للعمل الإعلامي الجنوبي، نسأل الله أن يرحمه ويسكنه في سيح جناته، وخالص تعزينا لأهله وزويه وزملائه في العمل والكل شعب الجنوب.